السلام عليكم، معكم مرام المقبل. زي ما انتم شايفين حطيت لكم دفتر عن جي اس كي، يعني انا من جي اس كي، ف مديكال ريبريزنتيف فروم جي اس كي كونسيومر لاين، خريجه جامعه الملك سعود بن عبد العزيز علوم الصحيه، خريجه هذه السنه 2019، فمالي بالشغله كثير يعني كلها كم شهر بس ان شاء الله. يعني بعطيكم يعني تجربتي من ناحيه التقديم، المقابلات، طبيعه العمل، السلبيات الايجابيات، يعني ان شاء الله يكون سيشن كذا خفيف وتستفيدون منه. نبدأ بأول نقطة اللي هي التقديمات. معظم الشركات التقديم عندهم عن طريق LinkedIn. LinkedIn هذا برنامج لازم كلكم يعني راح يكون عندكم هذا البرنامج، خصوصا طلاب سنة الامتياز واللي مقبلين على التخرج يحملون هذا التطبيق، يحطون فيه الانترست حقتهم، يحطون السكيلز، يسوون فولو للشركات اللي هم انترست فيها او حتى الجهات الحكومية، بس انا الحين اليوم بركز على الشركات. يصيرون يتابعون الوظائف، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية يتابعون قنوات في التليجرام حقت الميديكال ريبريزنتيف، حقت الشركات، حقت الوظائف، حتى في تويتر في حساب مخصص للوظائف للصيدلة. هذولي ثلاث نقاط أو ثلاث أماكن، لينكدين، تليجرام، أند فاينالي تويتر. هذولي الأشياء اللي تلقون في الوظائف، وأنا صراحة توظفت عن طريق اللينكدين. ومعظم مقابلاتي، كل مقابلات سويتها 90% كذا كانت لينكدين. عند التقديم يعني راح يطلبون سي في يعني باللينكدين، يعني اي لما تبحثون عن جوب يعني وظيفه تبحثون بالسيرش تكتبون ميديكال ريبريزنتيف سيلكت رياض مثلا وتبدون سيرش يطلع لكم. احيانا خلاص تحفظون السيرش ويجيكم تنبيهات انه والله نزل وظائف جديده، فانتم لازم تصيرون شوي فاميليار باستخدام اللينكدين. بتصيرون تقدمون، التقديم مره سهل، بتدخلون رابط على كل واحد يعني كل وظيفة يعلنون عنها، يكتبون مثلا الشركة الفلانية مطلوب ميديكال ريبريزنتيف المدينة الفلانية اللاين الفلاني، خاص تقدمون عليه، ابلود يور سي في ويطلبون مثلا ايميل رقم جوال، يعني اشياء كذا بسيطة سهلة. فاحرصوا ان السي في حقتكم مرتبة، لان هذا اول شيء بيشوفونه وبينادونكم عليه، وطبعا على الكلام اللي فيه، يعني هذا السي في يعني كلام معروف. طيب أنا طالبة امتياز، متى أبدأ أقدم؟ لا تتحمسوا زي أنا، قدمت بدري بنص الامتياز، يعني كان باقي لي 6 شهور وأتخرج أخلص الامتياز يعني، وجتني مقابلات يعني الشركات اللي قدمتوا يعني بالكثير شهر كذا، شهرين ماكسيموم يكلمونكم، بعضهم خلال 2 أسبوع أصلا إذا شافوا السي في والله وعجبتهم وزي كذا يعني بيكلمونكم. فأي أحد يكلمك وصدق إذا هم عندهم احتياج، وهذا غالبا قصاوي ينسونك، فقبل الامتياز 4 شهور أبدو قدموا، هذا أفضل شيء. في نقطة بعد مهمة، أحيانا يصير في مؤتمرات وظائف ملتقى وتوظيف ومدري إيش هذه الأشياء. حتى أذكر جامعتنا قد سووا شيء زي كذا، مؤتمر تخصصات، وكان فيه يعني بوثات للشركات. هذا الشيء ترى مرة مهم، يعني أنا أذكر كنت يعني مريت من أنا مرة انترست لدرجة يعني بعد ما خلصت هم يدقون علي، مستوعبين إن أنتوا الفيرست إمبريشن مرة مهم مهم مهم، تحضرون هذه المؤتمرات، مهم تقرون عن الشركات، مهم مرة. الحين قدمنا خلاص والحمد لله جانا اتصال ومقابلات. الحين نتكلم عن المقابلات. أول ما يتصلون عليك أنت مهم كيف أنت تتكلم، مو صوت إزعاج وإيش ما أسمع إيش تقول، لا تكلموا برزانة بهدوء، أخذوا المعلومات، لا تستحي قول معلش دقيقة بس بكتب العنوان وين، ممكن ترسل لي اللوكيشن لو سمحت كذا يعني، وخلوكم يعني صدق أنت الساعة كم، أوكي تمام ممكن اللوكيشن الموقع، ممكن أسألك بالضبط إيش اللاين، لأن أنا قدمت على أشياء كثيرة ما، فبس أبي أتأكد إيش اللاين اللي الميديكال ريبريزنتيف أي لاين، مهم جدا هذا السؤال أي لاين. طب أنا بروح الشركة، ترى ما مو كل شركة تصنع دواء واحد، الشركة الوحدة تصنع 1,000,000 لاين، كارديولوجي، نيفرولوجي، إندوكراين، أنا لما بروح بستعد لللاين اللي أنا رايحة أقدم له. سؤال أي لاين هذا ترى مرة مهم، لأن الشركة الوحدة زي ما قلت لكم تسوي كذا لاين، مثلا لاين ريسبيراتوري، لاين انتيبيوتيك، لاين مثلا أنا الحين مثلا رايحة نيفرولوجي، بس أستعد لأدوية النيفرولوجي، بستعد مثلا الأجهزة الغسيل اللي بيسألوني عنها،
بتكلم بالسي في حقتي، بركز على روتيشن النفرولوجي، بقول والله انا اخذت روتة نفرولوجي واستفدت منها كذا وكذا، يعني استخدم الاشياء اللي عندي خليها نقاط قوة انهم ياخذوني. فمهم جدا تعرف اللاين، مهم جدا تقرا الادوية اللي يصنعونها الشركة، تصير تركز على ادوية النفرولوجي تبحث عنها، وتصير عندك معرفة بالادوية الثانية بشكل سطحي، بس اهم شيء انك تركز على الشيء اللي انت جاي عشانه. انهم بيسالونك كثير عن اللاين هذا، فلازم يسالونك عن ميكانيزم اوف اكشن، يسالونك مثلا لو انتي بايوتك يسالونك. فخلاص هذا قلنا لكم عن سؤال اللاين قد ايش مهم، عشان تصيرون انتم متوقعين ايش الاسئله بتجيكم. يعني لو انتي بايوتك تصيرون مجهزين الانتي بايوتك، لو اشياء كارديولوجي تصيرون مجهزين الانتي هايبرتنسيف والاشياء هذه، تصيرون مستعدين للاسئله بتنسالونها. اللي بيسالكم ايش الاي ايش ار ايش الفرق بينهم مدري ايش، فانت تخلي نفسك بريبير وتسيب نفسك احسن. في أسئلة لاحظت إنها تنسأل كثير بكذا مقابلة، إيش الصفات اللي تشوفها فيك تخليك ميديكال ريبرسنتيف؟ اللي هي السكيلز، وهذه اللي أنا صراحة ودي كل إنسان يشوف نفسه هل يصلح إنه يصير ميديكال ريبرسنتيف ولا لا. يعني هذه السكيلز أنا أشوفها أساسية، تصير واثق من نفسك، دخلك يا دخلة واثق من نفسك، presentation skills very important، marketing skills شلون تسوق. يعني عادي جدا بالمقابلة يمسك الايفون حقه ويقول سوق لي الايفون، يمسك الآلة الحاسب ويقول سوق. تابع للأسئلة، دايما يسألون ليش طيب تختار شركات بدل مستشفى، يعني هذا كل واحد وإجابته، يعني ليش انت تبي شركة بدل مستشفى، ايش السكيلز اللي عندك زي ما قلنا. في سؤال يسألوه اعرف انهم يبونك، لما يسألونك كم الراتب اللي تبيه، ولا تستحي تقول انا ما يهمني الراتب، لا كل احد يهم الراتب، قول الرقم اللي تبي، بس قول رقم بالمعقول، يعني مو تقول 20,000 وذا، لا قول رقم يعني ريزنبل. طبعا بيسألون عادي عندك السفر، عادي عندك المشاوير، الاشياء هذه. الحين بنتكلم عن طبيعة العمل، طبعا انا بتكلم عن طبيعة عمل ميديكال ريبريزنتيف، يعني الشركة فيها وظائف كثيرة ترى، مو بس ميديكال ريبريزنتيف، بس بما ان انا اشتغلت هذه الشغلة بتكلم عن تجربتي. يعطونك دواء واحد هذا اسمه برودكت سبيشالست، او مجموعة ادوية كميديكال ريبريزنتيف لاين معين، اوكي، وتزور دكاترة. مثلا انا مثلا لو ماسكة دواء حق اعصاب بزور دكاترة اعصاب، لو ماسكة دواء بس للاطفال بزور بس اطفال، لو ماسكة مثلا انتيبيوتيك يعني ياخذونه اطفال وكبار فبزور اطفال وعام وجي بي وفاميلي ميديسن، يعني التخصص الدكاترة بتزورهم على حسب الدواء اللي انت ماسكه. طيب كل شركة تختلف عدد الزيارات حقتها، طبيعة شوي العمل يختلف من شركة ثانية. في شركة تقول لك تزور المكتب كل يوم الساعة 8 الصباح تبصم بعدين تروح تسوي زيارات، في شركات لا خلاص أنت على طول تطلع من بيتكم وتسوي. فطبيعة العمل شوي تختلف من شركة ثانية، في شركات تقول لك لا إن شاء الله تطلع من بيتكم الساعة 12 الظهر اللي تبي، المهم بالنهاية تخلص لي عدد الزيارات المعين. في شركات عدد الزيارات مثلا عندهم 15-14، في ناس 20. بس بقول نقطة معينة على عدد الزيارات، عدد الزيارات مو معناته عدد المستشفيات اللي تزورها في اليوم، مستحيل بزور 15 مستشفى في اليوم، لا 15 دكتور، يعني إن شاء الله أروح مستشفى واحد فيه يمكن 15 دكتور يمكن فيه 6 دكاترة 7 دكاترة، بزور مستشفيين 3 في اليوم، ممكن أزور مراكز صحية مستوصفات مو شرط مستشفيات، هذا كله يعتمد على إيش أنا ماسكة، هل أنا ماسكة برايفت، هل أنا ماسكة حكومي، ساعات العمل تختلف. إذا أنا مثلا ماسكة حكومي، إذا أنا ماسكة برايفت بيكون عندي شفتين من الساعة 1 للساعة 12، من الساعة 8 الصباح للساعة 12، ومن الساعة 4 للساعة 8. زي ما قلت لكم طبيعة عمل تختلف من شركة ثانية، يعني في ناس زي ما قلت تجي مكتب كل يوم الساعة 8 وتبصم بعدين تروح زيارات، في ناس لا تروح أنت من بيتكم، أنت حر، لو إن شاء الله تقوم الساعة 12 الظهر تسوي زياراتك، المهم نهاية اليوم أنت بخلص الزيارات اللي عليك. في عدد الزيارات يختلف من شركة للثانية، من لاين للثاني، في ناس مثلا 15، في ناس 20، يعني هذا الشيء يختلف. إيش معنى عدد زيارات؟ هل معناته أنا بزور 15 مستشفى باليوم؟ لا طبعا، 15 دكتور وليس مستشفى، يعني أقدر أروح مستشفى واحد أخلص 15 كلها، أقدر أروح مستشفيين أخلص 15، أقدر أروح مستوصفين أخلص 15، يعني على حسب. ساعات العمل برضو تختلف، إذا أنا ماسكة حكومي ولا ماسكة برايفت، إذا أنا ماسكة برايفت معناه شفتين، لأن برايفت يفتح بالليل،
فبصير أشتغل من 4 للساعة 8، أو أشتغل من الصباح من الساعة 8 ل 12، مرات أحتاج أكمل الشفتين مرات لأن طيب أنا وش بسوي بالزيارة؟ الزيارة تدخل على الدكتور، تكلم عن الدواء اللي أنت ماسكه، تقول له إذا في دراسة جديدة، في أي مثلا FDA update، تعلمه يعني، تعطيه معلومات، تشوف تتابع الصيدلية، الدواء حقك يتحرك ما يتحرك، يعني أشياء زي كذا. هذه كلها تاخذونها بالتريننج، وكيف تسوق للدواء، وكيف تتابع، كل هذه الأشياء تاخذونها بالتريننج بالشركة. طبعا السلبيات والإيجابيات بتكلم فيها بنقطة منفصلة. هل في سفر؟ في سفر، بس يختلف من شركة. أرجع أقول اختلاف من شركة ثانية. في شركات يسافرون مرة كثير، في شركات ما يسافرون مرة كثير. في شركات عندهم دائما سايكليك ميتينج، اللي كل سنة يسافرون كل الشركة برا المملكة سفرة سنوية. وفي طبعا السفرات الداخلية، إذا كان في ميتينجز، في مؤتمرات، في بروجيكتس. طبعا الشركات فيها كثير بروجيكتس، وطبعا تابع لطبيعة العمل. يعني في برزنتيشنز كثيرة، يعني اللي عنده برزنتيشن سكيلز يحب يتكلم، اوت جوينج، جريء، هذه يعني صفات احسها مرة مهمة بالميديكال ريبريزنتيف. بيصير دائما في محاضرات، تلقي محاضرات على الدكاترة. لازم تكون شخصيتك قوية، تدخل على الدكتور وانت واثق. في بعض الدكاترة يجيك لك يعينه وعلل، وقد يحاول يحشر لك وزي كذا، يختبر معلوماتك. انت لازم تكون بريبير، هم بيعطونك تريننج على الدواء بشكل مشبع، بتصير يعني انت ملم بالدواء، فبتقدر تجاوب. وبالعكس اذا جاوبت بيحترمك الدكتور. في بعضهم بس كذا يصير يختبرك، يشوفك انت انسان فاهم مو فاهم، بس كذا. واذا شافك والله تجاوب وزي كذا، بالعكس يصير يقدرك وكذا. حلوة طبيعة عمل، يصير عندك علاقات مرة كثير، يصير في ريليشن بينك وبين الدكاترة، ترسي تعامل. بتكلم عن الإيجابيات والسلبيات. طبعا الإيجابيات والسلبيات تختلف من شخص الثاني، بس يمكن شيء أنا عندي إيجابية عندك يكون شيء مو حلو، بس أنا بقول اللي أشوفه من وجهة نظري. ساعات العمل جدا مرينة، يعني ما في، يعني من الساعة 8 لـ5 تقعدين على الكرسي ما تتحركين، وخاص أنت قاعدة في المبنى ومدري إيش. لا خاص أنت حرة طريقة، تدورين بالشوارع وتسوين الزيارات حقتك وخلاص، يعني متى ما خلصتي خلصتي. فساعات العمل مرة مرنة، في كثير، يعني ما في روتين القاتل، لا كل يوم شيء جديد، كل يوم أزور مكان جديد، كل يوم وجهة جديدة. مرة يصير عندنا مؤتمر، مرة يصير عندنا محاضرات، اليوم الفلاني كذا اجتماع، والبكرة محاضرة، يعني في تغيير، ما في روتين القاتل. في سفر، أنا أحب السفر، مرة أحب السفر، صح إنه ما نسافر كثير بالشركة، بس في سفرات، بس أحب السفر، في تغيير. والراتب صراحة راتب حلو الحمد لله، يعني بالنسبة للشغل وزي كذا الراتب مرة حلو. يعني رواتب تقريبا تختلف في الشركة الثانية أكيد، بس الرواتب تقريبا أعلى من المستشفيات الحكومية. وبرضو ترى في، يمكن في شركات رواتبهم ترى أقل، بس أنا أتكلم عن الانترناشنال. ما أدري في بعض اللوكل نفس المستشفى، بس ما أنا ما شفت لوكل كثير، يعني ما شفت إلا واحدة. بس كرواتب أنا أقول لكم إنها أعلى من المستشفى، والشغل يعني أريح. وطبعا هذا يرجع برضو لشخصيتك أنت وإيش تحبين، يعني في ناس يمكن ما تشوف هذه الشغلة مريحة. سلبيات، مشاوير كثيرة كثير، بتدورين بالشارع، بتصير حياتك شوارع، خصوصا مع الزحمات. يعني واو، يعني تقدمين بالشارع، انا نص عمري بيضيع بالشارع وانا ادور بالسياره. فلازم كحنا البنات يعني لازم تكونين تسوقين، عندك سياره او عندك فصدق يعني مشاوير مره كثيره. فيا انك تسوقين انت عندك سيارتك، او ان سواقك خاص. اما مساله انك تروحين في اوبر كريم، بيروح راتبك كله، مستحيل يعني. السفر، يمكن في ناس تشوف ان السفر سلبية، انها صعب عليها تسافر زي كذا. هذا هو المشاوير صراحة، وصرفية البنزين، فيعني لازم تاخذ لكم سيارة كذا ما تصرف، صغيرة 4 سندر ولا اللي هو شيء ما يصرف، لان البنزين بياكلكم اكل. طبعا قبل لا توافقون يعني على الوظيفة، انت شوفوا الباكج، شوفوا في شركات اصلا يعطونكم بدل بنزين بدل سيارة، أو يعطونكم سيارة، وفي شركات لا ما تعطي. فأنتم شوفوا، وقبل لا توقعون يعني على الشغل،
اسألوا اسألوا كثير، اسألوا ناس تشتغل هناك، اسألوهم عن طبيعة العمل كيف. فبس يعني هذا هو آخر شيء نصيحة. طبعا إذا أنتوا عندكم القدرة أو عندكم الفرصة أن تأخذون بسنة الامتياز روتا في الروتيشن يعني في الشركة، يكون مرة كويس، يصير يعني أخذتوا experience، جربتوا الشيء، يصير عندكم فكرة، لأن أغلبنا ما عندنا فكرة واضحة عن الشركات. فإذا تقدرون فيكون مرة شيء كويس أنكم تجربون قبل لا تقدمون، قبل لا تأخذون فترة تجريبية ووظيفة وكذا. فخذوا روتا في شركة، شوفوا اكسبوز للشركة، شوفوا طبيعة العمل كيف، يعني ترى شيء مرة مختلف عن المستشفى، يعني عالم آخر. يمكن يعجبكم ما يعجبكم، بس هذا هو. إن شاء الله يعني كان سيشن خفيف واستفدتوا مني. مع السلامة.